استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل اللجنة المنظمة لبطولة البحرين للصيد والصقور. وخلال اللقاء نقل سموه تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله لجهود اللجنة المنظمة والتي ساهمت في إنجاح هذا الحدث التراثي الرياضي الهام الذي يعتبر جزءا من التراث البحريني الناصع. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن البطولة شهدت مشاركة كبيرة ومتميزة من قبل مختلف المهتمين بالبطولة والصيد والصقور في البحرين والدول الخليجية الشقيقة التي جاءت متوافقة مع الدعم الكبير والمتميز من قبل جلالة الملك المفدى والذي يعتبر أكبر الداعمين إلى هذه البطولة التي ترتبط ارتباطا وثيقا وقويا مع التاريخ البحريني التليد. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن البطولة أكدت الاهتمام البالغ والكبير لترسيخ الموروث البحريني الأصيل في رياضة الصيد بالصقور والتي كانت منتشرة بشكل واضح في منطقة الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص، وتحظى بمشاركة كبيرة من قبل مختلف المهتمين بالصيد بالصقور لما تمثله من رياضة تراثية قيمة وغنية عن التعريف، بجانب ما تشكله من تراث البحرين حيث نعمل جميعا من أجل المحافظة عليها بكل الوسائل المتاحة لنا. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في البطولة التي ساهمت في وضع البطولة في موقعها الحقيقي واجتذاب العديد من المتابعين لها من البحرين ودول الخليج العربي، معربا عن تقديره لكافة وسائل الإعلام التي حرصت على تغطية البطولة من كافة النواحي. من جانبهم أعرب رئيس أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة عن شكرهم وتقديرهم إلى سموه لرعايته ودعمه لكافة الخطوات التي اتخذتها اللجنة المنظمة، الأمر الذي أعطى الجميع دفعا لاستحضار كافة عوامل النجاح للبطولة، مؤكدين حرصهم على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرامية إلى الارتقاء بالبطولة في المواسم المقبلة. هذا وقد تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من اللجنة المنظمة العليا للبطولة.